احكي لي بقى على الهرم، قفزة الهرم. طبعا انا كان حلم حياتي، انا زي ما قلت بدأت في دبي وقفزت في بلاد كتيرة، كل بلد بيبقى ليها طبعا يعني منظر مختلف تماما من فوق. انت بتبقي مش تورست بتشوفي البلد من على الارض، لا انت بتبقي حد شايف اكنك بتبصي على جوجل ماب كده. طب فاحساس تحفه. انا كنت محظوظه اني شفت بلاد كتيره جدا من فوق. كان في بلد اللي هي طبعا مصر بلدي، كان نفسي احقق الحلم ده بجد. كنت مبسوطه جدا ان 2018 عملت فيها كذا قفزه فوق الاهرامات، ودي كانت محتاجه تصريح يعني. يعني ما ببقاش لوحدي، هو بيبقى زي بناخد تصريحات ثرو يعني مثلا هيئه ال الأثار والأمن يعني حاجات كتير. هي مش أنا اللي بعمل الحاجات دي، بس أنا ببقى يعني أدراكهم يعني. بس يعني مش معدية فنزلتي، قصدي الموضوع محتاج ترتيبات كتيرة. بس أكيد حققتي حاجات كتيرة جدا من الفري ستايل أو بليل القفز بالمظلات. بس كمان في إنجاز مهم جدا، إنك اتعرفتي على شريك حياتك وقصة حبك. أيوة. كمان في السماء. أيوة هو هنا. اتقابلتوا بقى فوق ولا ايه؟ احكي لي. طارق جوزي عندها قصه رومانسيه جدا، رومانتيكيه جدا، صحيح غير عاديه بس ستيل رومانسيه. هو طارق بدأها كهوايه، هو عايش في مصر وكان من الناس اللي سافرت وتعلمت اللعبه دي بره، عشان هي لسه ما فيش مدرسه في مصر. فاللي حصل ان انا عشان كنت باجي مصر زيارات، فحبينا نعمل زي جاذرينج اني اتعرف على كل السكاي دايفرز اللي اتعلموا بره مصر. فعملنا جاذرينج وطارق كان موجود، وهنا بدانا نتعرف وكان في سبارك وكده. بس بعد ما تعرفنا ويعني فتره حلوه كده، كنا مسافرين مره طالعين رحله سكاي دايفنج في كينيا، كنا حوالي 400 شخص من العالم كله مختلف الجنسيات، وطلعنا جروب كبير برضو من مصر. ما كنتش لسه اتخطبتوا يعني؟ لا لسه. اللي حصل ان كان رتب سكاي دايف فوق ايلاند في نص البحر، وكتب على الايلاند دي ويل يو ماري مي، واستناني تحت. يا عيني على البنات اللي بتسمع الحدوته دي، قلوبهم بتدوب دلوقتي. يعني ندى نازله من فوق من السماء، لقيت الجزيره مكتوب عليها، وصوروا كمان الفيديو ده، خلينا نشوف. موضوع الوليوماري ميدا احنا سافرنا كينيا، واتفقت مع مدير تروبزون هناك اني هعمل بروبوزل بتاعي على جزيره اسمها تشارلي ايلاند. ورحت قبل ما هي تطلع بالطياره، كتبت لها وليوماري مي، والحمد لله نزلت واتفاجئت. كمان ما كانتش تشوفها على فكره، كان ممكن ما تاخدش بالها. لا ده انا قعدت ساعه بكتب فيها يعني على الجزيره. يعني كان ممكن ما تاخدش بالها على فكره. لا هو انا شفتها بس انا قعدت اقول كيوت قوي الروسيين اللي معانا على الطياره بيعمل لها بروبوزل. اجاز في بالي خالص. وين اول ما قربت كده ولقيت طارق، قلت بجد انا يعني للاسف قلت كده، انا اتخضيت من كتر قد قعدت اقول يا نهاري طب انا مش لابسه كويس. اصل البنت بتبقى يعني عايزه تبقى شكلها حلو في اللحظه دي. لا ده انتوا عندكم لحظه زي ما بيقولوا يور اون مومنت، انتوا عملتوا لحظه يمكن لا تتكرر يعني، ما قلتوش حد.